يجمع أغلب أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار على أن خيبة الأمل هي العامل المشترك بينهم بعد نحو عامين من سيطرة القوات الحكومية على المدينة. فالسكان هنا سمعوا كميات هائلة من التصريحات الإعلامية والوعود الرسمية التي تبشرهم بالإعمار والخدمات والتعويضات، ولكنهم لم يروا أي منها على أرض الواقع. وتبدو الأزمة واضحة بصورة كبيرة في الأحياء الجنوبية للمدينة، حيث النفايات والأنقاض والمياه الآسنة تحيط بالمنازل فضلاً عن فشل شبكة المجاري. أما التعويضات لمساعدة الأهالي وإعانتهم على ترميم وبناء منازلهم فقد أصبحت سراباً يبتعد عنهم كلما اقتربوا منه ويئس السكان منها. كاميرا برنامج مع الناس تنقلت بين أحياء المدينة ونقلت معاناة الناس في الفلوجة. احنا اهالي حي نزال نعاني من تراكم المياه، وهاي تتكرر الحاله مو بس بهالموسم هذا، حتى المواسم السابقه الشتويه يعني، ودا ياثر صراحه حتى على طلابنا اللي دا يذهبون للمدارس. دا ماكو مثل ما تقول سيارات اللي توصلهم، ولا اكو طرق اللي يقدر يوصلون بها للمدارس مالتهم. ايه، واحنا خلي يعتبروها صفقه من صفقات الفساد اللي لا تطلع بيها، خلي يكملونا هالمجاري هاي، وجزاهم الله الف خير، وجزا مثل ما تقول الحكم المحلي ودائره المجاري خصوصا، دائره المجاري خاصه، على معاناتهم لهاي الحاله ومباشرتهم سحب المياه. ايه طيب، احكي لنا والله اثناء الامطار هوايه بيوت تضررت، وحتى المي دخل عليهم وصعدوا للطابق الثاني على مود مثل ما تقول يقدر يحمون نفسهم من المياه، وهاي موجوده اكثر من 10 بيوت 15 بيت بس بحي نزال. طيب والله هسه مثل ما لاحظت انت اللي الناس دت تعاني من عندها، حتى صعدوا بثلاجات دا يوصلون دا ياخذون مثل ما تقول ريوك كصمون او بيض او اجبان. الصبحية كانت مكان الزوارق الثلاجات استخدموها، دا يجون دا يطبون حتى يوصلون لقمة العيش لعوائلهم. باسكلات هل شفت عيونكم هاي هم دا يخوضون خياضة الأطفال ماتنا، وهذا وباء والله مو ظاهرة حضارية هاي، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس تستخدم البديل، احنا كسواق تاكسيات صراحة يعني حتى رزقنا انقطع. ليش؟ ما نقدر نشتغل، سياراتنا ما تطلع حتى من البيوت، لان هذا المي المتراكم ده يطب حتى مثل ما تقول للاسواق للجوامع للبيوت، المطابخ كلها تاثرت. المنطقه كلها بصوره عامه، مو دا احكي لك عن نفسي انا، كلها انا بيتي عالي والحمد لله، بس دا احكي لك على معاناه المنطقه بصوره عامه، هي ما دا احكي لك بصوره خاصه. وهذا الشيء موجود مثل ما تقول، هاي بامكانكم تصورون هاي البركان مال المي واللي صاير بحيره. والله ناشد السيد المحافظ والجهه المسؤوله عن الشيء هذا، من الحكومة المركزية الاتحادية إلى أدنى مستوى، أن يشوفون حل لهاي الحالة، يشوفون حل. يعني هاي تصعب على دولة وحكومة عندها مثل ما تقول قوة كافية، يعني حتى لو يستخدموا النفير العام من البارحة اليوم كان هسه مشين هاي الشوارع، يعني من دون الأحياء كلها بالفلوجة، حتى حي جولان اللي أقدم حي بالفلوجة هم تروح عليه هسه ما بي مي، ناشف وأحسن من حي نزال. صراحه هذا تكرر اكثر من عامين او ثلاثه نفس الحاله هاي من قبل الاحداث، لربما خاف واحد يقول لك عامين او ثلاثه يقول لك انتم بالاحداث كنتم هنا، بالاحداث المي يصل للصره، هسه انا الناس دا تجي وصل المي للحزام. وهذا ابو المطعم هم شاهد عيان، هم اذا امكانك الصوره بعد البنطلون مالته لحدان هم اخضر الى إيه للحزام مالته. الناشد الحكومة على هذا المي، هاي كل سنة يصير عندنا هيك هذا المي طيفان، سياراتنا تقف، شغل ما نقدر نشتغل، والناشد الحكومة على هذا المي ليش هيك؟ يعني ما يشوفون هم بعيونهم؟ ما عندهم بيوت يدحقون عليها؟ يعني بس لهم؟ خلي يشوفون المواطنين شلون صايرين.
شو حالتهم؟ للمي طب لبيوتهم. مأساتنا بس المي مال المطر. ها المي طب للبيوت. على هالعالم، المجاري مسددة. المي يطلع من المجاري. شو بدي أقول لك بعد أنا؟ شو بدي أسولف لك إحنا؟ يعني شو بدي أسولف لك؟ هاي قدام عينك هذا، شو بدي أسولف لك؟ المطر طب عليهم للبيوت. للبيوت طب المي. يعني باشر واحد يسولف لك، شو بده يقول لك؟ شو بده يقول للحكومة؟ يقول لها تعال تعال شوف المي، هم مو يشوفون بعيونهم. ما يحتاج واحد يقول لهم، ولا واحد يوعيهم. باشر نقول لهم احنا، هاي رسالتنا لهم. ها كل سنة هيجي، كل سنة. ها كل سنة يصير عندنا هذا المي. الحلول والله يمهم ومو يمنا. الحلول هي يمهم. شرد نقول لهم، قول لهم تعالوا سوونا المجاري لا سوونا المي، غير هم يشوفون بعيونهم وقت الانتخابات يريدوننا، وقت الانتخابات يريدوننا، تعال بصم تعال سوي ها انتخبونا لان وفر لكم ماكو اي شيء انه خدمات انه ماكو اي خدمات. بس انا اقول لك وقت الانتخابات يريدوننا، تعال بصم وانتخبنا وهاي ورا الانتخابات كلها تنهزم. ها روح شوف الشارع العام جولان هاي المنطقة شوفها قدام عينك، ما يحتاج واحد يوضح لكم. الناس الحكومة العراقية بالتعاون مع المواطنين، المي طب للبيوت طب للبيوت، العالم غرقت غراضها غرقت، ترى ما يصير هيك، بلدية ما جاي تشتغل زين، بس وقت الانتخابات على قولة الزلمة انت عيني وتعال بصم وكلها رشاوي، والبلدية ما تجي دام تعطيها فلوس. رحنا اول والله العظيم اول برحة على البلدية الا فلوس، يلا جمي فتحوا لنا المنهولات، البلدية ما تجي بس على الفلوس. لا يشتغلون بس بفلوس، بفلوس مو انا رحت عليهم، بفلوس يشتغلون، تعطي فلوس يجون وياك، ما تعطي فلوس ما يجون وياك. مساتنا الماء من المطار مي نغرق، المجاري يزوع مي، المجاري قامت تطلع مي مو بس من المطار، ما يتكرر من المطار، حتى من المجاري المي جاي يزوع مي، جاي ترجع مي، والبيوت كلها غرقت، العالم تعطلت على اشغالها، عالم عندها شغل، ما يصير هيك، المدارس كلها عطلت، ما يصير هيك. واضح حكينا، احنا بيتنا مقابل الجامع. غرقنا بسبب ماكو خدمات، خدمات ماكو، لو اكو خدمات بالبلدية كان ما غرقنا، ما نغرق لو اكو خدمات ما نغرق، بس هاي ماكو خدمات شو تسوي؟ اي يخلي يجي يفتحون يجي يشتغلون، المجاري كلها مسددة ما الحين نزال، ماكو مجرى هسه مفتوحة. وشكرا. يا اخي هاي كل سنه كل سنه من تمطر الدنيا احنا ندخل انذار قبل، بس غيم الدنيا دخلنا انذار انه لا تفيض علينا لو مي منبع علينا. الله وكيلك انا نايم وجاني المي للفراش للفراش، الله وكيلك ما حسيت غير المي انا جوايه، رحت قعدت هنا وخليتهم يصعدون على القاط الثاني، ماكو فايده. انت شنو الفايده؟ انت يجون يوقفوا هنا انا اقعد تعال صورني واني ما اعرف ما ببالي انا هذا العيساوي يقول تعال تعال المجاري، انا ما عندي غاز. انت شنو اذا انت ما عندك غاز؟ انت نائب محافظ ما عندك غاز، منو عنده غاز؟ انا انطيك ازودك بغاز؟ ماكو مدارس عطلنا بيوتنا، الله وكيلك جت الوطنيه قامت تنتي، قمنا احنا ما نريد الوطنيه، شنو الفايده؟ ماكو فايده، الله وكيلك ماكو فايده، ملينا من هالحكي.
كل سنه ناشد ونرجع لي ورا، يا محافظ يا نائب محافظ يا نواب يا برلمانيين يا حكومه. بعد مين من الناشد؟ والله ما عندنا غير الله، احنا الحالة ملينا، ندري بكم راح نحكي وياكم بس ماكو فايده. بس تعال وقت الانتخابات عود تعال انتخبني، تعال حط الهاي اللافته هنا، عود راح اني النائب الفلاني، اني من كتله الاحرار، اني من كتله صالحين، كتله المواطن، ماكو فايده. كذب كلكم على الجيوب، احط بجيبك تشتغل، ما احط بجيبك ما تشتغل. كذب عمي، كل لا تقول لي، تقول لي نائب، تقول لي محافظ، تقول لي كذب. ذولا كلهم على فلوس، طي فلوس يشتغل، ما طي فلوس يشتغل. رحم الله والديك. والله احنا بالفلوجه بحي نزال، شوفت عينك ورب جامع عبد العزيز سامرائي. هذيك الجمعه المصلين ما قدروا يطبون الجامع من كثره مياه الامطار، وهاي نفس الشغله اليوم البارحه المطر، وهاي ومجم الداره مال البلديه دا يسحبون مياه امطار، بس شوفت عينك مياه وما دامت لحظه هاي غرقنا، حتى اطفالنا راحت. طب لبيوتنا المي، الله شاهد لبيوتنا طب المي، لبيوتنا طب المي. زين والله ناس حطت هاي مجمده قام تطلع من عند نسوان كبار عثرت بالمي، الله شاهد. زين واطفال عندنا همين راحت، ديروا اليوم اصلا عطله، اليوم مدرسه ماكو، الابتدائي عطلم، اطفال صغار عطلم، ماكو يعني ماكو. شوفت عينك هاي، هسه انا طلعت من الزال عندي شغل بحي الصناعي، طلعت خوض هاي سيارتي عفتها، لان اذا اطلع بالمي تطفي، قوم تلاحظ هذا المي قدامك. زين حتى الطلاب المدارس عطلوهم اليوم، احنا طلاب المدارس عطلوهم. اي والله كل سنه يتكرر هذا الموضوع بسبب مياه امطار مسدده من هولات. نطالب من المحافظ السيد القيم مقام يتابعون هاي الشغله يحلوننا. محطات الشبكات الصرف الصحي ومياه الامطار، هنا دمار كبير يعني، محطات مدمرة بالكامل، عندنا محطات الصرف الصحي مدمرة ومحطات مياه الأمطار يعني نسبة تدمير بها تقريبا 80%، يعني تشتغل بربع طاقتها الإنتاجية. هاي يعني السبب الرئيسي بالمشكلة. السبب الثاني أنه المحطات الشبكات مصممة على شدة مطرية 15 مليم بالساعة. هسه اللي الكميات اللي قاعد تجينا مثل هاي الكمية مال البارحة 500، اللي قبلها كانت 71، فالمحط الشبكة والمحطات غير مهيئة لهذه الكميات المطرية العالية، الشدة المطرية العالية هي اللي تسبب هاي المشكلة. وهاي المشكلة هي مو بكل الفلوجة، يعني بأجزاء من الفلوجة اللي هي يعني مناطق المنخفضة بالمدينة. احنا بالنسبة لنا مدينة الفلوجة السبب الرئيسي قلت لك المحطات مدمرة، إذا ترجع المحطات مثل ما كانت بكل طواقمها الإنتاجية ما عندنا أي مشاكل. يعني قبل 2013 2014 قبل الاحداث كنا اذا بالشده المطريه العاليه يوم ثاني يوم ماكو مي، مسيطرين على المي. بس هسه احنا عندنا المحطات مال الصرف الصحي مدمره، الصرف الصحي مياه الامطار بربع طاقتها الانتاجيه. هذا السبب الرئيسي بالنسبه لنا احنا بالفلوجه يعني. بالاضافه لانه قلت لك احنا الشبكه مصممه على 15، اللي الشدة المطرية اللي تجي يعني عالية جدا، المال البارحة 500 وقبلها كم يوم 71، فتدري هذا أقطار الأنابيب الشبكات المحطات ما مصمم لهذا الشيء. هاي معاناتنا كل مطرة، كل ما تمطر الدنيا هاي معاناتنا، نغرق البيوت كلها، هاي الشارع هاي الشوارع كلها تغرق البيوت. هاي منا هاي مدرسة، هاي مدرسة مال عدالي التمريضي، هاي شوفوها زين، وهاي شوارعنا كليتها. نقولهم يابا سووا لنا حال، ماكو نحكي، ماكو. الانتخابات جاية، منو اللي ينتخب؟ منو اللي ينتخب بيهم؟ ما حد ينتخب. الا ما يسوون لنا حل احنا شلون ننتخبهم؟ الا ما يخدمون المدينه مالتهم من ينتخبهم؟ هاي هسه راح يبين السياسي المضبوط والسياسي المو مضبوط من هاي الشغله. هاي المطار اللي يجي يشتغل ويخدم بلد مدينته، هاي هو السياسي المضبوط، واللي ما يخدم لا والله لا نريده ولا نعرفه هماتين كان ما يكون. هاي انا البارحه من الساعه 3 العصر لحد هاللحظه هاي انا قاعد
على قاعتين وحده ومولدات اثنين مشغل وبيوت حوالي 6-7 بهذا الشارع نفسه هي غرقانات 7 بيوت. هناك هم 15 بيت نجد. لا هاي بهذا الشارع انا احكي. زين. لا بالله بال 50 بيت هماتين اللي ورا بال 50 بيت. لان هي هاي اوطأ منطقه بنزال وكل المجاري مال الفلوجه كلها عليها، مجاري الامطار كليتها عليها. شو اسمه المضخه الرئيسيه مقصوفه وما حد ينطيهم لا فلوس ولا غيره. ذاك اليوم اجى شو اسمه نائب مو نائب المحافظ شو اسمه مدير لا مدير البلديات مدير بلديات الانبار وحكيت وياه يقول لي صوت المجاري صوت اهل المجاري. قلت له تدعموهم وهم اذا ما اشتغلوا صحيح هم عليهم عادي العتب يصير بحضور واحد من المحافظة. طيب بالنسبة للبيوت شنو موقفهم؟ استوى وطلعوا من البيوت مثلا؟ كلها هسه طالعة كلها هاي البيوت الغرقانة كلها طالعة واللي عائلة واللي عائلتين وطلعوا منها راحوا شافوا قرايبهم وسكنوا وياهم. والله تبهدلوا تبهدل العوائل. طيب شنو برأيك الحل؟ شنو مناسبتكم؟ الحل دعم اريد دعم من الحكومه من اي مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله احنا هسه بحي نزال الشوارع صار 10 سنين تقريبا بس تمطر لها شوية هاي اللي قوم بالاليع تقوم تذب مي وتفوت على وادم بالبيت. والله هسه يعني ذاك الشارع المناكة طبوا لهم جوا بالبيت يعني غرقانين يعني تقريبا الثلاجة نصها طايفة. ماكو يعني لا بالاليع ولا شيء البلدية ماكو كل شيء ماكو الله شاهد. يعني هاي هسه قدامك هذا المي ما كله يعني هاي صار له تقريبا يومين هيك ماكو فايده والله. وقبل قبل اسبوع صارت همينه مطره همينه مطر وفاضت الشوارع وماكو فايده همينه. بلديه تجي نص ساعه بتكذب وتروح الحاله. واي تشوفوني هيك قدامكم ماكو هسه ولا وادم تجيب مواطير ماكو فايده. البلديه تجي تفتح لها كم بلوعه وتروح وبعد ماكو تغط وبعد ما ترجع. يعني هاي الحال صار اسبوع هيك ماكو فايده والله. يجون نص ساعه ويروحون ويغطون ثاني يوم يلا يجون وهم يعني يوميا بلوعه يفتحوا لهم. والبلالي عم قام تذب مي فاحنا نريد غير يجون البلديه تجي تفتح البلالي عم يمشي المي وخمال البيوت تظل تطب لها مي للبيت جوه ما يصير. والله ناس فاتت كل البيوت غرقت طب المي جوه للبيت يعني هواي معانا صارت. اي أيوة والله اي والله طبعا الناشد المحافظ والناشد وزاره البلديه يجون يشوفون الفلوجه كلها مو بس حي نزال فلوجه كلها هيك. هسه الشوارع شارع 40 وشارع الثرثار كلها هيك كلها هيك غرقانه يعني اغلب المناطق. اي احنا يعني تجي سياره تروح تطوف السياره ما تبين سياره يعني الماي للجلوبات توصل. يعني نريد حل يشوفون يجون البلديه تشوف ما يصير هيك. ظل هيك احنا
ما يصير. السلام عليكم، احنا من منطقة حي نزال وهاي شوارعنا غرقانة، نريد الناشد المحافظ الناشد الحكومة المركزية بهذا الحال، يعني لا الأطفال تقدر تروح للمدارس، هاي صار لهم يومين وهاي كل سنة هيك الأمطار وهيك الشوارع تتغرق. شوفونا حال احنا الناشد المحافظ والناشد الحكومة المركزية والناشد البلدية والناشد الساحبات اللي البارحة تفتر وكل شي ما تسوي بس صوت مال الساحبات وكل شي ما سوى، وهاي شوارع غرقانة وشوفونا حال. كل من يعني هاي من تصير هيك الامطار لازم كل من يحضر الغطاس مال بيته ويحضر ماسحاته على مود يطلع المي، لو تلقاه يروح يبات بغير مكان، يعني مأساة مأساة حيل، وهاي كل سنة تتكرر وماكو لا بلدية ولا حكومة ولا كل شيء، اكو بس هيك يجون يفترون يصورون وكل شيء ماكو. اي والله لازم نعوف بيوتنا، ويعني شوف اللي نشوف انه لازم ناجر بغير مكان، لو اكو عالم عافت بيوتها وراحت اجرت بعماره على مود شنو بسبب انه المي يطب بيتها، وهاي الحاله دائما كل سنه تتكرر كل سنه تتكرر، والحكومه ما تسوي شيء ولا تقدم ولا البلديه ولا كل شيء يقدمون. اي عندنا ذاك بيت هناك غرقان هسه، هناك بيتين غرقانين، وشوفوا ما هسه كل الزلم والنسوان والاطفال كلهم دا يشتغلون دا بس دا يطلعون الماء على مود يباتون بالبيت، لان ما عندهم مكان وما عندهم ملجا ثاني غير البيت. السلام عليكم، احنا منطقه حي نزال وناشط المحافظ، يعني ها صار اكثر من اسبوع هاي المي، يعني فيضانات والمي وهاي والمي طب علينا على البيوت وهاي، وناشط المحافظ ناشد المحافظ وهاي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا منطقتنا حي نزال، الناشد الحكومة العراقية، الناشد المحافظة، الناشد البلديات، يشوفون حل، ترى ما يصير هيك، يعني البيوت كلها غرقت، الشوارع غرقانة، بلديات ما لا تجي، مجاري ما تجي، يعني كلها مسدودة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شو نسوي؟ ما أريد لنا حل، شوفوا لنا حل، كمان ظل هيك يعني. وقت الانتخابات يجون وقت الشوارع الطائفة والهاي المي بالبيوت ما حد يجي ولا حد يجي يسأل علينا، فالناشد الحكومة تجي شوف لنا حل، إحنا ما نظل هيك يعني. وهاي البيوت كلها غرقان، كلها طايفة، كلها البيها صاعدة فوق السطح والبيها بيم والله بيم، ايش نسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. منهم بيد الله، هذه وحدة. ثيان شوفوا الطرق، لا نقدر نفوت على البيوت ولا نقدر نفوت، والشيء هذا شوفونه بعيونكم، واحنا وياهم على رب العالمين، باكر رب العالمين يقول وقفوهم انهم مسؤولون. وهذا شوفت عينك يعني والله صار فياضان ورزالة، ومتكسبين بكل الأمور متكسبين، وشأن الله وأن شو نقول إحنا بيتي هناك والله مستوى بيتي محروق، والماء يصب من فوق لي جوا من فوق، بس طالع بيدي شو أسوي؟ لا عندي إمكانية، لا عندي راتب، لا عندي حتى أقول غرفة ها، بس والله ما عندي غير بس الله. بالنسبة للمجاري، بالنسبة للمجاري ما عندنا لا مجرى ولا المجاري، سمعنا اكو مجاري، ماكو لا مجاري، لا حد جاي علينا، لا حد مرنا، لا حد قال وين رايح، ابد مستحيل احد مر وقال مجاري وتعال شوف هاي المجاري. كل سنة اليوم السنة يجوز هون من كل سنة، ها يعني وقت الانتخابات يجي يقدم له قائمة، شوفونا انا فلان وانا سوي انا، وكله كذب وكذب، ويا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله، هاي بس اقول. طيب حد جيرانك شنو صار اتفاق بيناتكم وانتم كسكان هاي المنطقه؟ ما اتفقتوا على فد امر معين انه مثلا؟ يا عمي اذا كلهم منتهين وارامل وقاعدين وما عندها، شو نتفق؟ شو نسوي؟ ايش طالع بدينا؟ شنو اللي طالع بدينا؟ غير اكون عندنا امكانيه تنقول يلا تعاون على البر والتقوى وندفن هالشارع، نجي نشوف لنا مجرى، نجي كهرباء عندنا هناك ما
ماكو. تجمع على 25 نجيب لك محولة، ما تجمع على 25 ظل على المولد، المولد 28 بالشهر، وابوك الله يرحمه. وش نسوي؟ مسلمين امرنا الى الله. والله مشاكل، والله مشاكل المي ومشاكل الكهرباء ومشاكل كل الامور، وجاي يشوفونها بعيونكم. المجاري والمجاري، هي المجاري يعني، اللي شاف بالعين ما ينحمل. وابوك الله يرحمه. عم جاي يطلع خيسه من جوا، المجاري شلون ما والله والله العظيم البارحه عنده طفل اللي الكل يجوع على بالي هذا فلاونس الطيور بي، اقسم بالله ما عولت انه تصبح الدنيا عليه، قلت رب الحمد لله اللي اصبحت. وجيراننا جيراننا زاع زاع نوبه نوبتين ودامونه المستشفى، قالوا ما بي فلاونس الطيور، ودوا لي دياله، قالوا ماكو دواء للفلاونس غير بدياله، وتوفى بدياله. وهسه بعد ما جابوا الله وكيلك، قالوا بي قررت اللجنه الطبيه، قالوا هذا فلاونس الطيور. هذا من الوساخه اللي تطلع علينا. اعتقد بالله تكرم لي، قاعد يطلع سلابيح سلابيح اللي تكوش النفس. وهذا سوي شنو؟ وابوك الله يرحمه وجزاكم الله خيرا ورحم الله والديك. هاي الوضعيه كل شتاء احنا نغرق، هاي الشوارع كلها تغرق، مجاري ماكو. وضعيه كل سنه اني يعني كل شتاء هاي تمر بيها الحاله. اي من البارحه بالتسعه بالليل اني على جرت الوحده من يوم ولا دقيقه كلها اسحب بالمي ماطور مشغله. اي من البارحه استبشرنا خير، قال المحافظ صار مدير بلديه فلوجه، كيفنا؟ قلنا خوش. شو ماكو لا حد جانا ولا حد وصل. البارحه بثنتين ونص بالليل شفت الموكب ماله فات من ناقل فلكي يجينا، ما جانا. هاي كان مي، هذا مي مسبح مسبح، بس انا الماطور كله مشغله من البارحه على جرت الوحده، ما نايم ولا دقيقه من البارحه. ماكو فايده الحكي، ما يفيد. مليان وبزعنا، قالوا المحافظ جاي جديد وقلنا خوش ويشتغل، بس ما هم ماكو فايده. شو لحد الان ما جاي. هاي نزال من زمان يعني قبل ما تتبلط، بلطوا هذا الشارع، هذا الشارع مالنا الفرعي ما بلطوه. المقاول عافه بقته، صارت الاحداث مال هاي الهجة عاف. هي حتى تبلي تغرق، ما يشغلون المضخات، ما يشغلون يعني عاد الماء تبطل ورا يوم يومين لا يشغلون المضخات، ما يشغلوها بنفس اليوم، لو شغلوها بالليل ما يبقى مي. ربطوا لنا حي العسكري وحي الشرطه وحي الضباط، ربطوها كلها على الفلوج، يجي على شارع السد المي ينزل كله علينا، يقوم يذب علينا، نظل احنا نغرق في هذا المي. عود شغل المضخات يقوم يسحبون. هسه من البارحه اليوم يعني المي ما نزل 10 سنتيمات ما نزل، يعني فوق النص متر، يعني سيارات طبتين انا كلها غرقت وطفت بالمي. انا سيارتي ما قدرت اطب ولا قدرت اطلع بيها، موقفها على الرصيف من البارحه. جهالي صعدتهم فوق البيتونه، ما قدرت بيتهم لانه ما غرق البيت، صعدتهم حصرتهم بيتونه الاثاث كله تدمر. والله الحل ما له حل، لان المقاولين اللي ياخذوها اغلبهم حراميه، يجي يشتغل بيها شغله ما يعرف الشوارع نصها، ياخذ الفلوس بعد ما تشوف وجهه يطيح المقاول الثاني من واحد لواحد، وما ماك فايده. اغلب المقاولين حراميه. والله قلت لك يعني ما شنت لابها نغرق، يعني نغرق كل سنه، انا متعود على الشغله هاي. يعني هاي شفت هذا مسوي ساتر على من يطب عليه، تفوت سيارات يطب عليه المي. هو انا غرقت اصلا، غرقت مجاري قام يذب عليه، يعني مال الحمام مال المطبخ قام يذبن عليه. هسه رابط الموتور كله رابطه على المنهوله، داس على المنهوله، اطلع برا نفس الشيء يرجع عليه، بس شويه ارحم. اي من البارحه انا نشب بيه ولحد الان ما نمت ولا دقيقه. والله ما اجوا، بس هي الدعايات الانتخابيه طبعا، هي من تقرب الانتخابات يسوي لك اياها قمر وربيع، بس من تروح الانتخابات بعد ما حد يشوفهم ولا حد. انا اصلا نزال ما شفت مسؤول جي عليها، مسؤول يعني اهتم بيها او دار بالي لها. ما وضعيه نزال من زمان هاي كلها تعاني منها. هسه مو بس انا، كبيوت يعني بعد هيك بيوت هم غرقت، يعني ما رجعت الصبح تصيح القوت، قلت له شو اسوي؟ جاني مطر، جاني واحد راد المطر ما يريد يسحب مي، قلت له والله انا ما كملت بيتي بعد، اريد اكمل المي اسحب المي لبيتي وبسيط اعطيك اياها، هم راد المطر. انا اللي انا اشتغل هذا المطر، اشتغل على النفط، هذا المطر عندي استخدمته اي من البارح ولا منين منين؟ الماء عنده الى الله. وضعيه كثيفه، ما اعرف الحل مال نزال، ما اعرف. والله الحل اذا ما يجي واحد يعني مقاول، بس ماكو مقاول شريف، شرفاء المقاولين اكو شريف بيهم، يجي ياخذ الشغله ياخذ الفلوس يسلم المقاول الثاني من واحد لواحد، ونظل احنا الضحيه منطقه حي نزال. بس نقول بك يا الله المحافظ الجديد يعني شاب مبين قالوا يشتغل خوش يشتغل هذا، بس تمنيت يجي عليه بالليل
داشه بالوضعيه مو امان. هي المنطقه تفترس المجمع الطبي غرقت، يم التانكي غرقت، يعني هذا الشارع هسه من الطول للطول غرق، من شارع السيد اللي ما تصل الى النهايه من الطابو هذا كله غرق، هذا سيارات هوايه طفت فيه. والله استاذ احنا منطقه حي نزال نعاني من الامطار، وهاي كل سنه تصير هي كبينه، واحنا عندنا اطفال مدارس تروح للمدارس وتجي طالبات، فنطالب بالمحافظ نطالب القيم مقام الفلوجه يشوفون حل هالمشكله. هاي كل سنه تتكرر هالحاله، كل مطره تتكرر، حي نزال خاصه تتكرر هاي البيئه. هسه والله البيت شوفت عينك انت غرقان، والمي والعائله والله بيتتهم بغير بيت، فنطالب المحافظ نطالب قي مقام ونطالب المجلس المحافظه يشوف لنا حل هالمشكله هاي. والله 5 أيام 6 ولا عبالك، يعني ما حد يراجعك، ما حد يجي يشوف مشكلتك، لا قي مقام ولا غيره، هي موتورات موتورات وانزحها واطلع برا. هسه شوف هي ماكو سحب، ماكو امطار مال ثقيله، وهاي ماكو تسحب موتورات، ماكو سحب. والله احنا نطالب، هو قلت لك القيم مقام ومجلس المحافظه والمحافظ، على اساس البارحه جاي للفلوجه على مود يزور الفلوجه على مود يشوف، وما لحد الان ما سووا لنا حل لهاي المشكله، ما سووا لنا الحل لحد الان. هي غرقانة الحين نزال كويتها غرقانة، وهاي المي يعني بحيث قام يفيض علينا من المجاري، حتى المجاري فاضت علينا، مو بس يعني يفوت من الشارع، من المجاري قاعد يطلع. واخوي احنا عندنا اطفال وعندنا مدارس، يعني البنات ما يقدر يطلع من المدارس، احنا اليوم بدنا نروح المدارس ما قدرنا نعبر، افترينا ورجعنا، اضطرينا نرجع. هاي السيارات من تعبر هم يفوت المي، يرجع يرد يفوت. هاي السيارة صعدناها على الرصيف والله حتى ما تعطل، شلون العادي يا خالي؟ الجهال كله جهال يعني اجسام حساسه، احنا الكبار جتاه يصير بينا حتى الجهال يصير بيهم. والله يعني الجهال حتى المراكز الصحيه همينا ما تتلحق، تفوت المركز الصحي تشوفه مليان ملي، كلها اطفال وطلاب وطالبات، يعني مو راهمه يا اخي. شوفونا حل المجاري، شوفونا حل الشوارع يسحبوهن. هسه تبليط ماكو، امنا بالله، بس المجاري خلي يسحبوهن، ليش تفيض علينا الشوارع؟ والله اخوي ذاك قبل تقريبا 10 أيام همينا فاضت هيك، كم يسحبوها طولوا يسحبون بها يوم ويد راحت، بعدين هسه رجعت مطرت همين رجعت صارت هيك. هسه غير البلديه ما قصروا، بده يسحبون البلديه بس ما يلحقون، المجاري لازم يشوفون حل المجاري حتى يفضون هاي الشغله. فاحنا نطالب من الحكومه، نطالب من قيم المقام، نطالب من الناس يعني يسحبون هذا المي، يخلصون اطفالنا ويخلصون الناس. والله يا اخوي يعني هسه هناك وهناك بيت غرقان يفوت عليهم لجوا المي من الشارع، وهنا هم الجماعه همينا غرقانين، يعني ما يصير يا اخي. هي نزال اغلب بيوتها ناصيه والتبليط اعلى من البيوت، فيفوت المي اللي جوا، يطلع اللي عنده اخ يروح يباتين بيت اخوه، اللي عنده يعني اقارب يروح يباتين بيت اقاربهم، ما حد يظل بالمنطقه. يعني المساله تعبانه، ماكو غير حل غير يطلع من البيت، شي يظل بالبيت. يعني اكو ناس عندهم طابق واحد، بس الجماعه هنا طابق واحد بيتهم، مو طابقين، وين ما عنده مكان يصعد فوق، اضطر يطلع من البيت، ماكو غير حل يعني.
بس نطالب من الحكومه شويه الـ يعني فتح الفرص للمواطن، يعني بصراحه هسه العمل كله يعني ماكو، الناس تشكي يعني اكثر البطاله، تعويضات ماكو، فلوس ماكو، اكثر الرواتب ايضا متوقفه مال الموظفين والمواطنين، فنريد شويه الحكومه تنطي شويه اكثر للمواطن الانباري. بصراحة وضع السوق حاليا السوق يعني واقف بصورة عامة، لأن قلت لك يعني تعويضات ماكو، فلوس ماكو، الناس أكثريتها رواتب ماكو، شرطة أيضا مصفرين مالات شرطة، عدة تقريبا 16 ألف شرطي ما أعرف 8000 رواتب ماكو. نطالب الرئيس الوزراء بأن يرجع لهم الرواتب، ونطالب أيضا من سيادة المحافظ محمد روكان المحترم بأن هم يساعد هذه الشريحة مال الشرطة ومال المرور، لأن هاي تدري همات شوية تجي رواتب للمواطنين للشرطة شوية تنهض السوق، وهذا السوق بصراحة عامة دولة كلهم هالمحلات يمي يعني كلها دا يعانون، سوق شغل ماكو، جدا جدا تعبان الشغل. أكو بطالة هواي، أكو بطالة، نعم أكو بطالة، وقلت لك تعويضات هسه لو أكو شوية تعويضات تنهض هاي المناطق المحررة شوية هذا الدمار تصير حركة، نعم أكو. نناشد المسؤولين عن 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 هذا البلد، البلد المجروح، البلد المسكين الذي لا حق له، والناشد كل خير أن ينتبه المسألة هذه المدينة، مدينة الفلوجة التي عادت بيوتها خاوية وليس لها أحد، ونعاني من الخدمات. أسبوع الماضي أمطار فيضانات، حي الشهداء جبيل نزال، الناس نسحت من بيوتها ولا أحد يلتفت علينا، لا أحد، لا تبليط لا مجاري، ونسأل الله أن يهديهم ولو احنا قاطعين نفسنا، لان بس وقت الانتخابات يجيك زياد وعبيد انتخبوني وتدلل وابشر، جاب له زفتات ما ادري شنو داسم بالحادله وكل شيء ماكو، رواتب الشبكات، رواتب درجات وظيفيه ماكو، بطاله فول، الشباب قاعده تروح للسوق تدور شغله ما تلقى، نفس صاحب الشغله اللي قاعد بمحله يعاني ماكو بيع وشراء، مثل اللي نضحك على نفسنا، تعويضات ماكو، يضحكون على العالم، جيب الفايل ودي الفايل، جيب شاهد، جيب مخطط، جيب شاهد ثاني، وعيب والله عيب تضحكون علينا، ترى بزعنا من هالسواليف، وكافي تضحكون على العالم، سولفونا الصحيح، عندكم شيء سولفوا، ما عندكم شيء كافي عادي، انا ترى بزعت حتى نفسنا، والله يا اخوي الموازنه هم بيناتهم يحوكوها ويرتبوها وماكو لا درجة وظيفية لا مشروع خيري لا اللي عنده شغلة مرقة يديرها على زيقة والناس تتلفت عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن ينتقم من كل ظالم، ونسأل الله أن إن شاء الله يشوفنا في يوم أسود كيوم عاد وثمود، لأن ناس تعبانة وبس تعرف مصالحها، وأسأل الله أن ينتقم من كل ظالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبلش جبار رايح من تأبيتها عمي، والله دمرت الشوارع خاطر الله عمي، منا راح تجي الانتخابات بعد 3 أيام 4 أيام شربك هاي شوارعنا، 3 أيام عمي بعد انتخابات وهاي شوارعنا هيج جبار عمي، والله الله وكيلك قاعد ندور بيوتنا غرقانة، بطلنا عمي بعد ما نريد، راح نهيج عمي الغير دولة راح نروح، والله العظيم الناس وين وصلت واحنا هاك شوف شوارعنا عمي، صدق كذي لا ونا بايت قلتلك بعد الانتخابات بعد 3 أيام وهاك احنا قاعد ندور بيوت اللي جار بيوتنا غرقت. احنا بمدينة الفلوجة شغل ماكو، رجعنا من الهجة
عالم تبهذلت، حياة تبهذلت، هجت ورجعت، رواتب ماكو، شغل ماكو، كل شيء ماكو، عالم حياة تبهذلت، عالم ابني بطله من الصف الثالث يشغله بالحمالة، عالم صار قامت وكل شيء قامت تسوي، عالم هجت بالشوارع، عالم قامت ما عندها أكل، قامت تشحط بالشارع، بنت خيم. والله بطلت، ماكو عمل من المدرسة، بطلت من الصف الثالث بدي اشتغلنا هنا بالحمالة، شغل ماكو وكل شيء ماكو، حياة بهذلنا. ناشد الحكومة توفير فرص عمل، فتح الرعاية الاجتماعية اللي فتحوها قدمنا عليها 3 مرات 4 مرات نفس الشيء، ماكو لا رواتب ولا كل شيء. والله مشكلتها هسه حتى رواتبها نزلوا، والراتب مال حتى الرواتب ما تنزلوها، صار 170 ألف رواتبهم عقب ما كانت 300 و400 لي. قدمنا مرتين 3 مرات نفس الشيء، رجعت معاملات مالتنا يقول ماكو لا توفير فرص عمل ولا ايش. والله وضع ما عندنا اشتغل حمالي بالسوق طن 3000، ووضعيه تعبانه كلش تعبانه، والسيطرات هم نفس الشيء، حتى بسيطرات دخولنا وخروجنا الصبح هم نفس الشيء، سيطرات حيل تعبان. والله وضع السوق حيل تعبان، وحتى العالم ما تشتري، اللي يدي يشتري قبل كان يشتري يقدر يشتري شيء صلحين، هسه ما يقدر يشتري، قام يشتري كيلوات، لان جاي اشوفهم يجون يشتري 3 كيلوات 4 كيلوات، ثاني يوم هم نفس الشيء، يجي يشتري كيلو 3 كيلوات نفس الشيء. لان الحكومه الان انطت تعويضات، واللي بيوتهم في الاشياء ما انطت تعويضاتها، كل شيء ما انطت. مشكلتنا في هذه المدينه انه كثره البطاله وعدم اصغاء الحكومه المحليه حول اعمال الشباب في تلك المشاريع التي تنجز. لكن اللي قاعد نواجهه في هذه المدينه انه ناس اللي على شكل، يعني راح نحكيها بالعاميه، على شكل واسطات. الشاب هاي الشباب الطيبه اللي تركت بدت تريد عمل، فمن تريد العمل حتى لكسب العيش، ماكو فرصه لهذا الشاب ابن الفلوجه ان يتحمل ويريد يشتغل ويريد يعيش. لكنه مشاريع انسدت، او مو منسدت هي، بس ما عنده القابليه انه يواجه كل مبالغ نقديه، يعني انه تدفع مبلغ مادي في سبيل تتعين. المشكله الثانيه مشكله الدائره البلديه اللي عمال، واللي حد البارحه 30 عامل بطلت بسبب مطالبتهم الرواتب. وتدري الشباب اللي هنا اللي بشرف وبامانه ان مديده ما يريد مديده بالحرام ولا يروح في اي جهه معاديه، يريد يعمل من كل المناطق الفلوجه خارجيا وداخليا، اعملوا والشهر الخامس والشهر السادس بداوا لحد هذه اللحظه، والدليل انه مدير بلديه تقدرون تواجهونه ورؤساء الاقسام المتوازه. هذا الشيء اللي قاعد تمر به اهل الفلوجه. مشكلتنا مشكله، عسى ولعل نسمع صوتنا ضمن هذه القناه، والله يوفقكم على ما تبدونه من عمل. والله انا حاكيك بجديه وبصراحه، احنا نحب الشخص اللي يخدم المدينه وينظفها ويساعد الشباب، هاي الشباب اللي جاي يشوفها ان تعمل ويشارك. لكن احنا مو مثلا ننتخب شخص وباشر عافنا حاله حال النواب ومجلس والمحافظات اللي اخذ حقوقه من المواطن الفقير وتركه، وانتم جاي تفترون وجاي تشوفون المدى البطاله المتواجده ضمن هذا القضاء كلها. يعني هذا كلها اللي قاعد تسال اي واحد بالرعايه الاجتماعيه، كل واحد بالرعايه الاجتماعيه قاعد تساله راح يقول لك انه راتبي قل، راتبي ما قاعد ياخذونه، راتبي قليل. ليش يعني السبب؟ يعني هذا المواطن مو مثل مواطن ابن بغداد، هذا الشاب مو مثل الشاب ابن بغداد، شنو الاختلاف فيه؟ لذلك احنا نطالب من قناتكم الموقرة ان تفكر بهذا النص راتب اللي قاعد ياخذه بالرعايه الاجتماعيه، اللي معوق، اللي مسؤول على عائله. وهاي مساله التعويضات اللي يواعدون بها عن طريق الفيس ويواعدون بها بالمحافظه، وكله كذب وكذب، ماكو شيء انطوه صحيح ونفذوه. هاي الناس هسه اللي بيوتها الواقعه لحد اللحظه ما حد انطاهم دينار ولا احد زارهم. هاي المجاري اللي هسه مطر بسيط الا تتوسل بهم، توسل يلا يطلع لك بسياره حتى يسحب لك اياه. وانا اشكرك على ولك النظره، انت تفتر وتسال هاي الشباب لسه اللي قاعد مساله هاي الرعايه. زين هو عنده 6 و7 جهال ومعوق، لو ايده مكسوره، لو ظهره مفسوخ،
شنو انه انت تنطي نص راتب؟ ليش؟ ليش عن غض النظر على ابو بغداد؟ ليش ابو بغداد يختلف على ابن الانبار؟ هذا شاب وذاك شاب، هذا شايب وهذاك شايب. ليش؟ يعني غير اكون الحق ان حكمتم بالناس فاحكموا العدل؟ وين العداله؟ وين العداله؟ زين فات السيد المحافظ فات منا. شنو اللي صار؟ صار شنو؟ هاي الناس قدامك انت جاي شوف. وانا من الناس اللي اشتغلنا وتعبنا والله بدي انا قاعد ان ننظف مدينتنا لكنه ما حصلنا شيء. ولحد البارحه 30 عامل بطلوا لانه طالبوا بشغله الرواتب. هذا من الحلابسه وابن البعلوان وابن البعيسه ويجيك من كافه المناطق ويجي حتى يعيش حتى يعيش عائلته ب 10,000 دينار. شنو قيمه ال 10,000 دينار بالنسبه للشاب؟ بس ما حصلها. وهذا وما اقول لك، وانا اشكركم على وجودكم.